لعادة أبنائها إلى ملوكهم، لاسترجاع قبور آبائنا وأجدادنا، للعودة إلى هياكلنا ومعابدنا نقيم فيها صلواتنا. بهذه الكلمات المسجلة افتتحت المحاضرة التي حملت اسم البطريرك الراحل الياس الرابع معوض بطريرك العرب في كنيسة سيدات دمشق. عادة نقف أمام بعض الشخصيات ولا سيما الدينية، نصفها بكلمة ونكتفي، ونترك ما تقول وما فعلت وما التزمت به طوال سنوات، وهذا ينطوي على جهل بتاريخنا. ليان فعل العكس، غاص في تاريخ البطريرك الياس الرابع معوض، وأراد أن يظهر لنا ما كانت تنطوي عليه هذه الشخصية على الصعيد الديني وعلى الصعيد العروبي من أبعاد نحن اليوم بأمس الحاجة إليها. أشكر ليان لما فعل، وأتمنى على الكثيرين من أبناء العربية أن يطلعوا على الكتاب القيم الذي أصدره مع أصدقائه. نجتمع اليوم في ذكرى انتقال المثلث الرحمات البطريرك الياس الرابع معوض، وعلى مرور 39 عام على انتقاله للأخدار السماوية، وبمناسبة صدور الطبعة الثانية من الكتاب الذي أعددته عن صاحب الغبطة. والمناسبة أنه في إقبال كتير على طلب هذا الكتاب. اليوم في عنا حديث عن البطريرك المرحوم الياس الرابع يلي أطلق عليه لقب بطريرك العرب في مؤتمر لاهور بالباكستان، وكان أول بطريرك عربي يطلق عليه هذا اللقب. هذا البطريرك أمضى فترة ليست طويلة بالمركز البطريركي من عام 70 حتى عام 79، وإنما كانت المرحلة اللي جلس فيها على بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس كانت ملأة بالعمل الدؤوب والنشاط، وخاصة في القضايا العربية وفلسطين بشكل خاص. المحاضرة تأتي بمناسبة الذكرى 39 لرحيل البطريرك معوض، الذي أكد عبر حياته على عروبة القدس ومقاومته للاحتلال الصهيوني، لتبقى رسالته حاضرة في وجدان الأجيال عبر الزمن. الأحرار هم الذين قيدوا شهواتهم ونجبوا أهواءهم وخرقوا أنانياتهم،